شيخنا الجليل أحمد من القاهرة يقول: أنت تتكلم عن أهل البيت وتشرح عن أهل البيت وتلعن أعداء أهل البيت، وأبو بكر من أهل البيت كيف تلعنه وهو من أهل البيت؟ أقول للأخ الكريم أنه عليه أن يخرج خارج البيت اللي هو قاعد به شوية، ويروح إلى أقرب مكتبة مثلا ويطالع شوية بعض الكتب الدينية حتى يتفقه يتعلم، ويكتشف أنه أبو بكر لم يدعي أحد على الإطلاق أنه من أهل البيت، لا هو ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم. يعني أهل البيت اصطلاح معروف، المقصود به أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله من لحمه ودمه، وأبو بكر وعمر وعثمان خارجون عن هذه الدائرة. طيب شيخنا، يعني من أجل توضيح أكثر، من هم أهل البيت من وجهة النظر القرآنية؟ أهل بيت النبي صلوات الله عليهم هم أولئك الذين أكسبهم النبي بصفته صاحب الشريعة هذا الوصف، هذا الاصطلاح، وطبقه عليهم، وهم التالية أسماؤه: علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من نسلهم صلوات الله عليهم، هذا في المقام الأول. وفي المقام الثاني من لحق بهم بمثل هذا الوصف على الاعتبار لا على الحقيقة الشرعية. ما الفرق؟ لأنه إن قلنا على الحقيقة الشرعية وجب أن يكون البقية أيضا من الأئمة المعصومين الذين لا بد أن نقتدي بهم ونهتدي بهداهم، وهذا لا نقول به. البقية يعني مثلا واحد مثل جعفر الطيار عليه السلام مثلا من أهل بيت النبي بهذا الاعتبار، خلينا نعتبره مثلا المقام الثاني، مثلا حمزة سيد الشهداء عليه السلام مثلا، أو مثلا خلي نفترض مثلا بعض من قال الرسول صلى الله عليه وآله فيهم أنهم منا أهل البيت، مثلا سلمان منا أهل البيت، هل معنى ذلك أنه صار محكوما بحكم أهل البيت على الحقيقة الشرعية؟ كلا، هذا اتفاق على أنه سلمان مثلا لا يسلم الخمس مثلا، سلمان تجوز عليه الزكاة مثلا إن افترضنا، صحيح؟ سلمان تجوز عليه الصدقة، لا يكتسب أحكام أهل البيت، الأحكام الخاصة بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا يكتسب هذه الأحكام، وإنما هو على الاعتبار. أبو ذر كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في: يا أبا ذر أنت منا أهل البيت مثلا. فهؤلاء يأتون في مقام الاعتبار، في مقام الاعتبار. أما في مقام الحقيقة الشرعية فهم من نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله، وهم هؤلاء الخمسة أهل الكساء عليهم السلام، ومن تناسل منهم من الأئمة الأصفياء صلوات الله عليهم. هذا عندنا. عند مخالفينا هم يوسعون هذه الدائرة قليلا، فيقولون تشمل دائرة أهل البيت ليس فقط أبناء علي وفاطمة، وإنما تشمل أيضا مثلا آل جعفر الطيار وأبناءهم مثلا، وآل العباس مثلا، يعني حتى العباسيون يصبحون من أهل البيت عندهم، وهكذا يوسعون شوية الدائرة عندهم حتى يقحموا بهؤلاء. ماذا يقحموا في هذه الدائرة؟ أولئك الذين من الواضح أنهم ما كانوا من المشمولين بآية التطهير وإذهاب الرجس، وهو قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا هو إجمال الكلام في خصوص أهل البيت الطاهرين عليهم السلام.